بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا لتفتيح وتبييض الايدين والرجلين، هيخلي ايديكي بيضه زي الشمع. بس انتي اهم حاجه تداومي على الوصفه دي. اول مكون معايا يا بنات هيكون اي نوع معجون عندك. انا هستخدم سنسودين زي ما احنا شايفين كده، انا واخده حوالي معلقه صغيره من المعجون. بعد كده هضيف عليها بيكنج بودر او الكيك اللي هو الخميرة بتاعت الحلويات، هاخد منها برضو كده معلقة زي ما احنا شايفين. هضيف عليهم معلقة من دقيق الحمص، طبعا دي الحمص ده ملك التفتيح وكمان علاج التجاعيد، والبيكنج بودر ده بيفور كده اي جلد ميت على البشرة، بيخلي ايديكي بيضة. ولو ما عندكيش بيكنج بودر ممكن تحطي اللي هو بيكربونات الصودا، تمام، او كربوناته. وبعد كده بقى هناخد ايه؟ هاخد معلقه من خل التفاح، لو ما عندكيش خل تفاح ممكن تحطي خل ابيض عادي. هاخد منه كده معلقه، ولو احتاجنا هرجع اضيف تاني. طبعا شايفين الفوران ده فظيع. هقلب المكونات، ولو احتاجنا خل تفاح هحط تاني خل تفاح. زي ما احنا شايفين كده يا بنات دي المكونات بتاعتي. هاخد منها طبعا اغسل ايديا كويس، وبعد كده هقوم واخدها وحطها على ايديا واسيبها حوالي 20 دقيقة. وبعد ما تنشف هعمل كده فرك كده بحركات دائرية بسيطة جدا. طبعا مع الفرك ده هيخلصك من اي جلد ميت موجود في ايديكي، هيفتح لك ايديكي، لو عندك تصبغات او بقع كل ده هيتشال. وكمان طبعا لازم تحطيها على رجليكي برضو، حلوة جدا. طبعا الوصفة دي بتستخدميها مرة كل اسبوع، بتفتح وتبيض وتنعم الايدين. ما تنسيش بعد ما تخلصي الوصفة لازم ترطبي ايديكي باي مرطب عندك. بتمنى الفيديو عجبك، ما تنسيش بقى تعملي لايك وتجربي الوصفة علشان تشوفي النتيجة بعينيكي. وكمان شاري الفيديو لكل صحباتك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.